لا تكاد شمس المواجهات في ليبيا على أن تغيب حتى تبزغ مرة أخرى. فبعد تنصل خليفة حفتر من اتفاق وقف إطلاق النار ومغادرته المفاوضات التي ترعاها كل من تركيا وروسيا دون التوقيع على مسودة الهدنة، عادت الجبهات للتأهب في أطراف العاصمة طرابلس. انسحاب حفتر من المفاوضات ورفض التوقيع جاء بعد طلبه مهلة حتى صباح الثلاثاء 14 من يناير، لكنه غادر موسكو بعد ذلك دون التوقيع. مراقبون رجحوا أن رفض حفتر للاتفاق جاء بضغط من أطراف إقليمية بعد مشاورات أجراها معهم واستمرت لساعات، وهو ما ربطه البعض مع تصريحات عقيل صالح رئيس برلمان طبرق التي لوح من خلالها بأنه قد يضطر إلى دعوة الجيش المصري للتدخل للقضاء على ما أسماها الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق. التعليق التركي على محاولات إجهاض مساعي الدبلوماسية في ليبيا جاء على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قال في تعليقه على انسحاب حفتر أن بلاده لن تتوانى عن تلقين حفتر الانقلابي درسا إذا واصل الهجوم على الحكومة والشعب في ليبيا. أما وزير الخارجية التركي فقد أكد أن عدم توقيع حفتر على اتفاق وقف إطلاق النار يظهر من يريد الحرب ومن يريد السلام. وزير الدفاع التركي هو الآخر أشار إلى أنه من السابق لأوانه القول بأن وقف إطلاق النار في ليبيا قد انهار. في المقابل قال وزير الخارجية الروسي أن بلاده لم تتوصل في مفاوضات موسكو بشأن ليبيا إلى نتيجة نهائية وستواصل مع تركيا الجهود لتحقيق ذلك. ميدانيا قال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الليبية إنهم رصدوا تحريك قوات حفتر لمسلحين بمحاور القتال جنوب العاصمة، وهو ما يعيد الأحداث إلى المربع الأول، مربع المواجهات والقصف الذي دفع المدنيون ضريبته منذ اليوم الأول قبل أكثر من 9 أشهر. ومع ذلك فإن الأمل ما يزال موجودا لإنهاء الأزمة بالطرق السلمية، خاصة مع الإعلان عن انعقاد مؤتمر برلين حول ليبيا يوم 19 من يناير الجاري، ويفترض أن تشارك في هذا المؤتمر 10 دول على الأقل.